عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان اجتماعا مع شركة جنرال إلكتريك هيلث كير لمناقشة الجدول الزمني وآليات تنفيذ مشروع التصنيع المحلي لأجهزة الموجات الصوتية السونار كأول مصنع في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بمدينة العلمين الجديدة. كما ناقش الاجتماع إنشاء مركزين محاكاة لتدريب الفنيين بالمعاهد الفنية الصحية بالقاهرة والصعيد، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون المشترك مع شركة جنرال إلكتريك والرؤية المستقبلية للتعاون مع الشركة لدعم القطاع الطبي من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات الطبية المتقدمة في مجال الأشعة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة التشخيصية المقدمة بالمستشفيات.